السعودي فؤاد بخش في مستشفى الملك عبد العزيز بمحافظة جدة عن عمر ناهز 63 عاما. يعتبر بخش من أوائل الممثلين في الساحة الفنية السعودية وأحد رواد التمثيل فيها، حيث قدم العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية خلال مسيرته الفنية، حيث كان من أوائل الممثلين السعوديين الذين يشاركون في أعمال مصرية منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. ما قلت لك ألف مرة. قضى بخش ما يقارب 40 عاما في الساحة الفنية بالمملكة والعالم العربي، وله العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام بلهجات متنوعة، أشهرها مسلسل ليلة الهروب وأصابع الزمن، كما شارك في مسرحية البحث عن وظيفة برفقة الراحل وحيد سيف وفيلم ويبقى الحب مع الراحل فريد شوقي. ها إيش رأيك أبويا؟ ومن آخر أعماله فيلم أصيل الروائي القصير الذي شارك في عدة مهرجانات سينمائية إقليمية ولاقى استحسان الجمهور. رحل بخش تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا سيظل في ذاكرة العرب والسعوديين خاصة كرائد مؤثر في نهضة الدراما السعودية والخليجية. مجد الفاسي، العربية.